ما شفتهاش تحكي لي بنتي. طبعا بنتي تسكن قريب من السد، لما خش على الوادي علق ركبها فوق دياب، ثم تمسك في دياب، وجوزها تعلق في الثريا، ثم ما نزلت الميه. بعد ما نزلت الميه طلعوا طبعا. بس بنتك يبرم فيهم السيل، يبرم فيهم جو الحوش. ايوه سليمتك. والاخرى ارقيلها في الدور الثاني، رقت الاصلاح نجيت. لما رقت الاصلاح نجيت هي وعيالها، ثم تشيل في عيالها طبعا راقدين عيالها. 相比于亲属，哈利德的朋友们在这场洪水中可能就没有那么幸运了。哈利德说：“洪灾过后，很多人依然下落不明。”كارثة الوضع. عندي أصدقائي كلهم ماتوا. أصدقائي كلهم ماتوا. اللي صور في الجماعة، اللي صور في الوادي في أول بداية السيل، أول بداية الوادي. صاحبي هذا مباشر يصور. هذا توفى بعد بالإمارة بالكنيسة. ناصر فاتوري لاعب الافريقي، واحد من لاعب الافريقي وعياله قالوا. طبعا قلت له كلام مازال مش اكيد يعني. هذا شهود عيان يحكوا فيه الخبر هذا. انا عندي اصدقاء، صديق لي هو خمس عيال، نجي منهم واحد. 联合国世界气象组织秘书长塔拉斯14号表示，自卡扎菲政权垮台以来，利比亚处于缺乏组织的混乱状态。如果气象部门能够发出警告，应急管理机构也可以提前疏散民众，那么大规模人员伤亡就可以避免。据报道，去年发表的科学研究报告显示，处于干旱山谷中的德尔纳市面临频繁洪水的威胁。当时研究人员呼吁立即采取措施，确保该地区水坝的定期维护，并警告大规模暴雨的后果对山谷和城市的居民来说将是灾难性的。利比亚民族团结政府总理阿卜杜勒·哈米德·德拜巴14号表示，垮塌的两座大坝长时间没有得到维护。利比亚总统委员会主席曼菲表示，该委员会已指示总检察官就大坝垮塌这一事件进行调查。曼菲表示，将对大坝的垮塌相关责任人以及阻碍救援的人进行追责。